باشمهندس محمد طلعت، عايز ارجع معاك لنقطة مهمة جدا. المشروع الديزاين بتاعه يعني واخد اني طابع؟ هو المشروع احنا عندنا اكتر من مشروع طبعا مع شركة دبي، من صحيح اول مشروع اوبسيدير تاور، وده من المشروعات المميزة جدا على النهر الاخضر، والمشروعات اللي هي ليها طابع مختلف وانسبايرد من الطبيعة، ولكن على شكل حجر طبيعي اللي هو حجر الأوبسيدان، وعشان كده اسم المشروع نفسه بقى أوبسيدير، جاي من اسم نوع الحجر ده. صحيح، اتكلمنا في النقطة بلونه دي قبل كده بالظبط الحلقة اللي فاتت. لما جينا نكمل صحيح. مع شركة دبي فكرنا برضو ازاي المشروع السكني ده يكون حاجة طبيعية. طب المشروع ده كمان اكتر الناس هتعيش فيه حياتها نفسها، هتنام فيه وتعيش فيه وتصحى فيه، ولادها يتربوا فيه. طب واحنا عايزين نربطه بالطبيعة، فلقينا ان احنا هو احسن حاجة للمشروع ده ان تكون عايش كأنك عايش جوه الطبيعة. ففكرنا ازاي تكون اولا مستريح، ازاي من اول ما تدخل المشروع شامم ريحة الجو النظيف، شايف شجر واشكال ورود حلوة ظريفة، شايف يعني. لاندسكيب حلو، شايف البحيرة الكبيرة أو اللاجون الكبيرة بشكلها وألوانها الطبيعية. ولكن نقدر نقول إن المشروعات واخدة الطابع الكلاسيك شوية؟ مش الكلاسيك دايما، الواحد يعني طبعا الستايلز المعمارية بتختلف مع مرور الزمن، ولكن دايما الواحد يعني كبيت يحس ان هو بيته محتاج يكون شوية كلاسيك. يعني دايما صحيح. الواحد مهما شاف المودرن وجربه، يعني ممكن في مكتبه في شركته في المشروعات التجارية، في البيت بتحس ان انت لا، ميالة اكتر للراحة، للخطوط المظبوطة، حتى الوان العمارات. يعني احنا ألوان في الاول قعدنا هادية صحيح. نحط الوان مودرن، ولا نشتغل على الحاجات الفرنش القديمه والحاجات المصريه بخطوطها، يعني يمكن كلنا بنحب قوي وسط البلد، رغم ان وسط البلد ممكن تكون كان الطابع بتاعها، احنا بنتكلم كمعماري ممكن يكون طابع فرنسي، لا ولكن ولكن المعمار هو ده فيها بيدي اريحيه او راحه نفسيه بالظبط، هو ده للشخص اللي احنا اللي عايش فيها او مقيم فيها يعني. بالظبط هو ده اللي احنا اتولدنا عليه وبنحبه، ودايما حاسين ان وسط البلد دي جزء مننا. لما تيجي تفكر فيها بشكل حديث، فاخترنا بقى الوان فاتحه، اخترنا الخطوط تبقى ناعمه اكتر، لكن المشروع كان مهم قوي ان انت تحس كله ان هو حاجه كده مريحه طبيعيه. وكمان مش بس ديزاين، الحقيقه احنا حاطين فاسيلتيز كتير في المشروع، ما بين حدائق يعني اماكن لالعاب الاطفال، ما بين جيم، ما بين مطاعم، خدمات خدمات كتير، ما بين قعدات معموله في وسط الميه فيها شجر بشكل متميز، ما بين قعدات على الميه. يعني انت هتدخل فعلا تعيش حياتك، وهتبقى سايب ولادك تراك مشي طويل حوالين البحيره كلها. فالموضوع مش بس ديزاين وشكل، لا بالعكس، ده كمان حياه مختلفه. صحيح. يعني فعلا جودة الحياة هتلاقيها في مشروع زي لوميا إن شاء الله لاجون أو نشوف لوميا ريف. إن يعني شاء الله الحياة يعني قريب جدا في مشروعات دبي.